بعد النجاح الساحق الذي حققه كتابة النبوي إسماعيل وجذور منصة السادات وحواراتي مع الشيخ الشعراوي، نقدم لكم الآن إبراهيم بغداد، كيف قتلت الملك فاروق؟ لأول مرة بالمكتبات العربية، فاروق الأول من الميلاد إلى الجلوس على العرش حتى الليلة الأخيرة في حياته. أنت المتهم الأول بقتل الملك فاروق. لماذا عمل إبراهيم بغداد جرسون في نفس المقعد الذي كان يتردد عليه الملك فاروق؟ وضع طبيعي أنه كان لازم حيموت. هل كانت مكافأته على مقتل الملك فاروق هي تعيينه محافظاً للمنوفية؟ يوميات فاروق في المنفى وشهادات أبرز رجالات الثورة عن فاروق وحكمه، صور لم تشاهدها من قبل، وفيلم تراه لأول مرة عن جنازة الملك فاروق في روما. هنا يرقد الملك فاروق، وهنا حقيقة الملك فاروق. وثيقة تاريخية وسياسية مجسمة وخطيرة في الكلمة والصوت والصور في كتاب وسيلة إبراهيم بغداد، كيف قتلت الملك فاروق؟ للكاتب الصحفي والإعلامي الكبير محمود فوزي، التعاون المثمر بين قناة المحور وبيت اللغات الدولية.